تشكل الكثافة الطلابية التي نتجت عن النزوح الكبير إلى مأرب كابوسا مزعجا للطلاب وأولياء الأمور والجهات المعنية بالتعليم على حد سواء، ما جعل مدارس مدينة مأرب عاجزة عن استيعاب الطلاب النازحين إليها من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع، وهو الأمر الذي دفع إلى البحث عن حلول منها فتح مدرسة خاصة بالطلاب النازحين. جاءت فكرة إنشاء المدرسة من اللجنة التربوية الخاصة بالنازحين، سبب كثافة الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، أيضا كثافة الطلاب لدى المدارس الخاصة كثافة الطلاب، وأيضا ارتفاع نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، جعلنا نفكر بهذه الفكرة، ومن ثم دراسة المشروع وتقديمه إلى إدارة المحافظة. بدأت الفكرة بمبادرة من اللجنة التربوية الخاصة بالنازحين للاستفادة من بعض مدارس مدينة مأرب وفتحها أثناء الفترة المسائية برسوم مخفضة، إلا أنها ما زالت بحاجة لتوفير بقية احتياجاتها لتكون بديلا عن تكاليف التعليم الأهلي الذي يشكل عبئا كبيرا للنازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم عند نزوحهم من مناطقهم وأعمالهم. نحن حقيقة بحاجة في هذه المدرسة، وخاصة أننا نقوم بعمل في هذه المدرسة نظام مدارس أهلية خاصة، بحاجة إلى توفير مرتبات المعلمين حتى لا يبقى ولي الأمر يعني يحمل هذا الهم، نزيل عنه هم مرتبات المعلمين. أيضا الزي المدرسي الموحد، الكتب والكتب الإضافية ككتب الإنجليزي والكمبيوتر المصاحبة للمنهج الذي يدرس في المدارس الخاصة، أيضا نظام المدرسي، لأن احنا مدرسة نازحة لا يوجد الآن لدينا أي سجل أو نظام مدرسي متكامل، ونحن بحاجة إلى نظام مدرسي متكامل. يبدي المعلمون الذين يعملون في مدرسة بلقيس في الفترة الخاصة بالنازحين حماسا كبيرا، مؤكدين أن دورهم هو دور رديف للعمل النضالي الذي يقوم به المقاتلون في جبهات القتال. نشكر مدير المدرسة الذي ساهم في فتح هذه المدرسة كونها للنازحين، وخصيصا أنها مدرسات نازحات ومدرسين نازحين وطلاب نازحين، فدعمنا نحن للمجاهدين مجاهدين في المدارس، ونحن في المدارس بإذن الله، وبإذن الله تعالى سنبني مستقبل أفضل بإذن الله. تشكل هذه المبادرة نوعا من الحل إلى أن يعود الطلاب إلى مدارسهم ويكملوا تعليمهم بشكل طبيعي دون منغصات النزوح وأوجاع البعد عن بيوتهم ومدارسهم. ستبقى هذه المعالجات سواء كانت بجهود فردية أو بجهود السلطة المحلية مجرد حلول مؤقتة، لكن الحل الأمثل يكمن في عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.